عامكم مبارك مشاهدي قناة الأيام الفضائية، وكل عام وشعبنا العراقي وأمة محمد والمسلمين والعرب أجمع إن شاء الله، وكل اللي شاهدنا من خلال شاشة الأيام الفضائية نقول له عيدك مبارك وكل عام بألف خير، عيد أضحى مبارك علينا وعليكم إن شاء الله. واليوم حقيقة عندنا جولة ميدانية وحلقة خاصة برنامج ويا أحبابنا، ويا أحبابنا اليوم مناسبة عيد الأضحى المبارك. تعالوا ويانا خلينا نشوف وين بيا منطقة، منطقة المنصور ومن الرواد، وإحنا جايين طبعاً وراح نسلم على ناسنا وعوائلنا ونقول لهم هلا ويا أحبابنا، مية هلا ويا أحبابنا مناسبة عيد الأضحى المبارك. إذن تعالوا ويانا وخلينا نشوف من اللي راح نلتقي بيه ونعاده ونقول له نخليك على راسنا مناسبة عيد أضحى مبارك وبرنامج ويا أحبابنا من قناة الأيام الفضائية. مية هلا بكم، تعالوا مشاهدينا الأعزاء خلينا نشوف الناس اللي راح نشاهدها من خلال تجوال برنامجنا ويا أحبابنا، وأهلا وسهلا. تعالوا ويانا، تعالوا ويانا، تعالوا ويانا، تعالوا ويانا. حلاق حلاق، تحياتنا للحلاقين. شو حلاق وراسك وين بقى؟ شو كان راس؟ أصدقائك عندك عايدهم؟ كل عام وانتم. وما وينهم؟ تتعينيش وينهم؟ وهي ما قصرت. تعالتهم منهم؟ شوفتك جبت لها والله جيمر من الصبح. شفت؟ اي والله. جايب لها جيمر؟ اي والله. انا عبالي جايب لها 50 كيلو جيمر. انا عبالي جايب لها بتوت، جايب لها جيمر. بس ايش كملت انت؟ عبرت بعدني الثالث ما عبرت. اي لو عامله مو مخلص مع حد؟ ومن ما حد يخلص كلية؟ كلية تخلص تتخرج؟ يقول شو بدك تروح؟ يلا نزل ولا نعزل ولا نعزل، انت بتصلي من وراك تلعب تفسير يلا شنو؟ شوف شنو يلا تعال صورة شنو البيع دهينة. عيد مبارك وعيد اضحى مبارك على كل العراقيين، وايضا التقينا بالاخ العزيز ابو من؟ ابو عبد الملك. ابو عبد الملك وين اليوم هنا؟ والله اليوم جايين زياره اخبارنا كثر عيد وفرحه على راسنا. احنا نعيدك عيدك مبارك عيدكم. الله يسلمك. صراحه ما مصدق يعني فرصه كل السعيده وين المنطقه؟ من الرمادي. على راسك تحياتنا للرمادي. نتمنى تزورنا والله. والله انت تشرف، نتمنى تشرف، نتشرف للرمادي واهل الرمادي، اهل الكرم واهل العجوبيه واهل الطيب. وعلى راسنا اي والله كل العراقيين طبعا. وين ما تروح لاي العراقي تلقاه كريم طيب، تروح للجنوب أهل الكرم، تروح للرمادي أهل الكرم، تروح للموصل أهل الكرم، تروح للتقريط أهل الكرم، تروح للشمال الكردستان أهل الكرم، كل محافظاتنا، الواسط، العمارة، بصرة، والجنوب ما شاء الله، الغربية، ما كلهم على رأسنا والله العظيم. يعني النجف، كربلاء، كلهم أهل الكرم والله. اليوم العراقيين ما شاء الله ايد واحدة ان شاء الله الحمد لله دائما. اي أيوة والله دائما رغم كل الصعوبات والامور الصعبة، بس يبقى وقلب على قلبي طبعا اكيد. غيرون جو هنا في مصر، جينا نزور بغداد، بغداد السلام. اي والله بغداد الحبيبة، بغداد الكل، اي والله بغداد كل العراقيين. اي اكيد اكيد. شو اسمك ابنك الكبير؟ محمد. عبد الملك. عبد الملك حبيبي الله يحفظك. عبد الملك بالمدرسة يا عيني يا يابا، بالمدرسة؟ شو شحن ما انت خلص ماشي؟ لا مو مستحيل. لا الله يحفظك. انا وياه بنفس المدرسة. انت شو اسم المدرسة مالتك؟ مالتي مال الصحابة، انا وياه نفس. الله تحياتنا مدرسة الصحابة ولكل الكوادر التدريسية، ونقول لهم عيدكم مبارك. كل عام كل العراقيين والرمادي وشعب الرمادي واهل الرمادي وناس الرمادي والجزء من الرمادي جزء من العراق اللي شعبنا وناسنا طيبين، تحياتنا لهم ونقول لهم عيدكم مبارك. ايضا اخوك مصطفى. مصطفى الله يعينكم، عيدك مبارك. كل عام بخير. تحياتنا للرمادي والفلوجة والخالدية. الله يسلمك. احنا سعداء، احنا سعداء بنص اهلنا وناسنا الطيبين. قناة الايام الفضائية وبرنامج ويا احبابنا، نعيدكم وهي المناسبة السعيدة. اليوم جيت الاخ العزيز اخوك. اي نعم، جينا من الرمادي زيارة للاقارب هنا، صلة الرحم طبعا. تقاليدنا بالعيد طبعا كنا العراقيين متعودين يعني. لا خاصة صلة الرحم اللي انت تحدثت بها، ماكو احسن من عندها طبعا. اليوم انا اذا زعلان على فلان اجي اصالحه، يعني بالعكس هذا يزيد محبة الناس عندي. صلة الرحم طبعا الرحم معلقة بالعرش، تقول يا رب صل من وصليني واقطع من قطعني. سبحان الله. يوم انا اجي اشوف الوالدة اذا اجي انزل عليها وبوس ايدها واقبلها، يعني اكو احسن منها؟ احنا العراقيين عندنا هذا الطبع، لو ميت زعلان ماكو زعل. يعني انا اخوي زعلان اليوم، الله لا يجيب الزعل بين العراقيين. ما يقدر يسوي ايش باقي بالدنيا؟ يعني انا اجي ازعل عليك وانت تزعل علي، وهذا اليوم احنا محتاجين هاي الموده والمحبه والخوه والعلاقه. والله ان شاء الله لا يجيب الزعل ان شاء الله. يحفظك. شو تقدم تهنئه للعائله الكريمه، لعائلتك للعراقيين؟ والله العراقيين كلهم عائلتنا، احنا نقدم لهم اجمل تهاني
تعينهم يا رب يعود الامن والامان ان شاء الله. ما ضفوا معلم الحمد لله. معلم تعيادنا الكادر التدريسي. الله يحفظك على مقامك ومبروك لك. تحيه لكل الكادر التدريسي. العاملين وزاره التربيه، مديريات التربيه كلهم. والعراق اجمع، كل طوافه وكل مدن وكل محافظه. اكيد اكيد. الله يسلمك يا حبيبي. انت شنو شغلك؟ أنا معلم. أنا معلم. أنا ما شاء الله. إخوان. نعم. شو معلمين؟ عائلة معلمين. سبع معلمين من الأب. لا والله. إلى آخر ولد. الله. أبوكم هذا المشرف التربوي الراقي. إذن طبعاً ألف تحية لهذه العائلة الرائعة اللي أنجبت هكذا جيل واعي وجيل تدريسي رائع يستحق كل التقدير والحب والاحترام. الكل العراقيين يستحقون التقدير والحب والاحترام. لكن السيد الوالد أكيد تعب عليكم وصلكم هذا المستوى. موجود السيد الوالد. تحياتنا لك. سنك 48 سنة بالتعليم. فتخيل أنت المعلم. الله يتسح العافية ويخلي خيمة عليكم ويحفظ السيدة الوالدة. كلكم إن شاء الله. وأيضا يا فجأة عمرك الله يسلمك. طبعا مثل ما تشوف احنا اليوم انتم كادر تدريسي. نعم. واليوم التعاون الطالب مع المعلم شلون يكون يعني؟ والله هو طبعا بشكل عام العمليه التربويه والتعليميه حلقه وصل بين العائله وبين الكادر التدريسي. اذا ماكو حلقه وصل بين هذه يعني نفس الاب مثل ما ربى اولاده المعلم يربي طلابه. والمعلم احنا طبعا نشوف الفتره الاخيره انه المعلم ممنوع يضرب الطالب. احنا كنا من سنه طلاب صغار تعلمنا عبر صح وتعلمنا وصرنا صح. الحمد لله شكرا وصرنا يعني. لكن هم تدري اليوم احنا انا قبل يعني كنا نشوف المعلم اذا كان بالشارع صح. اذا اشوفه افلت من غير مكان حتى لي يشوفني ويقول لي ثاني يوم يقول لي وين كنت ليش طالع بالشارع؟ حتى الان نخجل منهم حتى الان اشوف المعلمين اللي احترام مو بس خوف هو احترام لا احترام انا اليوم اجي اقول لي مثل هذا ليش يجي الشرف أنا وسهلا تحياتي إلى كل العائلة الكريمة وقضينا من وقتكم قناة الأيام الفضائية برنامج ويا أحبابنا. احنا نشكر القناة طبعا نشكر قناة الأيام الفضائية لأن خلتنا نشوفك. الله يسلمك. والله حيل يعني ما أقدر أوصف لك الشوق الحنين بشوفك طبعا. الله يحفظكم. شكرا لك. شكرا للعائلة. الله يسلمك. شكرا جزيلا. إذا مستمرين ياك سلام عليكم. صحة وعافية أستاذ ماجد يحفظك. يما بدا الله. تعال تعال هنا خلينا نسلم عليك. تعال نسلم عليك. ايدك مبارك كل عام بألف خير. ابو خير. انا ابو راز اليوم طالع انت والاهل بالمناسبه عيد اضحى مبارك ان شاء الله عليك وعلى العائله. اليوم جيتوا منين من يمنطقه؟ انا من صلاح الدين من سامره. الله تحياتنا سامره وصلاح الدين وجنوب. عيدكم مبارك كل عام وصلاح الدين واهل صلاح الدين واهل سامره وكل العراقيين تاج على الراس. ايضا قناه الايام الفضائيه تعايدك وتهنيك. اليوم جيت تغير جو مناسبه. اي والله انا والاهل الحمد لله وشكرا الامن والامان مستقر ان شاء الله. والوضع زين. والاهل شلون هناك؟ وين بسامر؟ والله الحمد لله زين. اولا توصل سلامنا الاهل سامر والتكريت. يحفظك. عيدك مبارك والعام هم بألف خير ان شاء الله. انت بمليون خير. سويتنا نحبك استاذ ماجد. الله يسلمك. يحفظك. احبك واخليكم معنا. يعني فرحت الشعب العراقي. الله يسلمك. نتشرف نتشرف. ابو راس سوقتوا شنو؟ والله سوقنا ملابس للاطفال. ام راس سوقت له؟ لازم امراس تسوق. شلونك بالبيت؟ داير بالك على الوالده والاهل؟ انا ما يصير احكي هم يقولون. الحمد لله احنا نريدك تدير بالك على الوالده مثل ما جايب امراس وتخلي الوالده ايضا بعيون شايلهم. اكيد 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 اكيد. شنو انت موظف وين؟ انا موظف مهندس بالكهرباء. بالكهرباء تحتنا الكهرباء والكهرباء سامره. الكهرباء وين؟ لا لا ما يخالف. اليوم احنا هذا عيد. اليوم احنا عيد نلغي كل الامور. لا لا اهم شيء نكون والله احنا ساعين يعني بكل جهدنا يعني ساعين انه الكهرباء تحسن الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله ايضا الخير جاي. تحياتي لك وللعائله الكريمه توصل بالسلام. واحنا طبعا قناه الايام الفضائيه حبينا نهنيك ونعايدك وشكرا لك وللعائله الكريمه. يحفظك بعد عمري. يحفظك. شكرا راس. الله يسلمك. تشرف. بالسلامه بالسلامه. مستمرين وياكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا ونهنئ العايد العراقيين طبعا مناسبة عيد اضحى مبارك ويانا اسهل. شلونك عمو؟ عيدك مبارك كل عام بخير ان شاء الله. حجي الله يسلمك. وياك اختك؟ كل عام وانت بخير استاذ. صحه وسلامه. الله يسلمك. للشعب العراقي الصحه والسلامه ان شاء الله. امين يا ربي. تحياتي طبعا للسيد الوالد. الوالد وين؟ شنو شغل الوالد؟ الوالد كاسب.
كاتب يعني موجود. اي موجود. تحياتنا سايق تاكسي، تحياتنا لكل اللي سواق، كل اللي يسوقون تاكسيات نخليهم على راسنا. هذول هذا اولا باب رزقه وشغله، ونقول له عيدك مبارك كل عام وانت بخير. ابو من هو سيد الولد؟ ابو محمد. ابو محمد قول له عيدك مبارك، كل عام وانت بخير وصحه وسلامه عليك وعلى عائلتك. واليوم شفنا الغالي اسمك ازهار طبعا، وايضا الغاليه نرجس. سلمينا على السيد الوالد، هاي الكاميرا مالتكم، نقول له عيدك مبارك بابا كل عام وانت بخير. الوالد والوالده ان شاء الله، ويوم ان شاء الله يجي من بيت الله. وايضا احنا قناه الايام نقدم لك، نقول له عيدك مبارك كل عام وانت بخير. الله يسلمك. انت بالمدرسه؟ اي صف سادس 19. ما شاء الله تعلمتي له هاي السنه؟ اي هاي السنه. وشنو طموحك ان شاء الله؟ ان شاء الله ان شاء الله نصير اعلاميه. اعلاميه ان شاء الله، يعني قصدي عندك طموح انه تخلصين كليه؟ اي الكليه اللي تريدينها؟ ان شاء الله. وهي كليه الاعلام؟ اي ان شاء الله يا ربي الله يعطيك مراديس ويعطيك يحقق طموحك ان شاء الله. الله يسلمك. سلميني على الوالد وعلى العائله وعلى السيد الوالد. انت شنو شغلك؟ طالب شمس متردد. ليش تركت؟ اشتغل يا زلمه خالد. بس ابوك يشتغل تعبان 24 ساعه بالتاكسي ويفطر على مود يوفر لكم لقمه العيش. انا ما اشتغل مو قاعد. ما يخالف، بس المفروض تكمل دراسه. ما كمل ان شاء الله. كمل انا مرت اكمل. بس ايش كملت انت؟ انا عبرت بعدني الثالث مو عارف. اي عامله مو مخلص مع حد؟ من ما حد يخلص كليه؟ كل شيء كليه تخلص تتخرج ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي الله يحقق طموحك ان شاء الله. زين انت اسم قاعد تشتغل؟ جيب اليوميه تعطيها لامك لبوك؟ اي اثر كريم نعطيها بسرعه. صدق؟ والله اثر كريم طبعا ما طول. انت كريم نقدم لك تهنئه من قناه الايام الفضائيه مناسبه عيد الاضحى مبارك. انت امشي دير بالك على ابوك حتى الله يوفقك. ان شاء الله. ابوك لانه رجال تعب ويشتغل وتاكسي يروح ويرجع ويطلع الصبح يرجع الظهر يرجع العصر النوب يرجع بالليل. مو تمام صحيح تعبان انت لازم تدير بالك عليه. احنا نساعده وياهني. شفت وين نساعده؟ قاعد تفترون بالمصور. واليوم عطلتنا اليوم 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 عيد طبعا. نقول لكم كل عام وانتم بألف خير. سلمون على السيد الوالد والوالده. يوصل قناة الايام الفضائيه. عندكم ناس تريدون تعايدونهم سلمون عليهم. احلى ناس انتم اللي شفناكم اليوم. الله يسلمك. سلمين يا بنتي يا حبيبتي. الله يخليك عموك. وانت احلى ناسكم والله. الله يسلمك. الله يحفظ عراقنا وشعبنا وناسنا ان شاء الله وكل مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا. سلمونا على السيد الوالد والاهل ان شاء الله في امان الله. بابا سلمونا سلمونا. مستمرين وياكم مشاهدي قناه الايام. اهلا السلام عليكم. كل عام وانتم بخير صحه وسلامه. شو كبران؟ لا كله تكبر. ثاني ما كبر قابل واحد. الحمد لله هسه احنا اذا نكبر والناس تحبنا هم كافي. لا والله تحبنا. الله يسلمك. الله يخليك ام الحجيه. هذه لا يعني ام زهراء. ام زهراء يعني قصدي بنت بنت الشرق خليها بنت الله يحفظهم. شو اسمها؟ زهراء شموسه. زين اليوم طالعين هنا مناسبه عيد الاضحى المبارك، اليوم شو تسوون؟ الله يكرم. شنو؟ المحافظات على راسنا. المحافظات خير ونعمه وفضيله. شوي هدي يتوزعون. هدي يتوزعون. محافظه انتم؟ انا لها مبارك. هي من يمها؟ هي واسط. واسط. تحياتنا لمحافظه واسط الكويت. تحياتنا لهم ونقول لهم عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير. طبعا الحجيه مطلعه بنات بنتها مناسبه عيد الاضحى مبارك اليوم. بنات اختي ان شاء الله يحفظهم ان شاء الله ويعطيهم الصحه والعافيه. واليوم بالمنصور هنا. انتم قريبين على المنصور هم ولا بعيدين؟ بالقرعات. تحياتنا للقرعات والقرعات كل مناطقنا على الراس نشرف بها. اليوم مناسبه عيد الاضحى مبارك ان شاء الله والعائله الكريمه وياهم ان شاء الله. والله يحفظهم. سلمينا عليهم. شو تقولين للعراقيين مناسبه عيد الاضحى؟ ان شاء الله خير على امك. يا الله يا الله يا الله نتشرف بيك. وتحياتي وسلامي للاهل والبنات. نتشرف نتشرف. مستمرين وياكم مشاهدينا الاعزاء. سلم على الشباب الله يساعدهم. عيدك مبارك كل عام بخير. بخير صحه وسلام الله يحفظك. عبد الله. عبد الله وين الاهل؟ حبيبي بالمحموديه. بالمحموديه. تحياتنا للمحموديه. واليوم اصدقائك وين اصدقائك؟ والله عدها ابو خالد. شلونك شو اسمك؟ علاوي. علاوي تعال بعد من وياك؟ مصطفى. تعال مصطفى تعال هنا. عيدك تعال تحت. عيدك مبارك كل عام بخير. شو الصحه؟ وانت طالب الدوام؟ نعم بطل. بطل. وانت طالب الدوام؟ انا محمودي لا مو طالب. وانت؟ لا كاسبين. كاسبين. كل زين. تحياتنا للتبريد والكاسبين اللي يشتغلون ونقول لهم عيدكم مبارك. والف الف تحيه للمحموديه وناس المحموديه واهلنا الطيبين في كل مناطق بغداد وكل المحافظات وكردستان العراق كلهم على راسنا. اليوم طبعا جينا احنا جونا ميدانيه قناه الايام الفضائيه برنامج ويا احبابنا. نعايدكم. شو تحب تقول لاهلك الناس؟ احب اعايد الشعب العراقي ان شاء الله كل عام بخير صحه وسلامه يحفظ العراق ان شاء الله واهله
يأمن علينا الأمن والأمان. يا الله يشفينا من هاي البلاوي جاي تجينا. أهلك أهلك عمامك شديد عمامك أصدقائك وربعك محمودية. أعايد عمامي طبعاً إن شاء الله كل عام هم بخير صحة وسلامة. أعايد سيد الوالد؟ لا والله سيد الوالد شهيد. إلى رحمة الله حبيب قلبي الله يحفظك. ويستلم. الله يسلمك. والوالدة عايدته؟ إيه الوالدة عايدة. والعمام رحت لهم؟ الحمد لله. كل زين كل وأنت؟ شو تقول للعراقيين مناسبة عيد الأضحى المبارك؟ كلهم خير وصحة وسلامة ويحفظهم ويحفظ كل الشعب العراقي. أول يوم عايدت المن؟ والله الوالدة. الوالدة بشتى. أهل الوالدة طبعاً من قدمنا تحية طبعاً. ألف 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 تحية للسيد الوالد بدوك نقول عيدك مبارك والعام تبخل. ولا تقول له ما يقدر ما يقدر. عايدته. وين؟ بالتليفون. بالتليفون. أنت قاعد عايدة. ولا شفت أبو حنين شفت دع عايدك بس بالتليفون. سلام إن شاء الله يخلينا ويحفظنا. إن شاء الله يخلي خيمة عليكم والله يحفظه يرجع بالسلام وتحياتنا لدوك سليمانية وأربيل وحلبشة وكل المناطق بكردستان نقولهم كل العراقيين اللي موجودين هناك عايدهم وأيضاً الشعب الكردي هناك عايدهم نقول له عيدك مبارك وكل الناس اللي موجودين مناسبة عيد الأضحى المبارك أصدقائك تعيدهم؟ كل عام هم بخير وصحة وسلامة ويخليهم ويحفظهم أصدقائي الأعزاء. الله طبعا أنا محافظ بغداد. شرف شرف بك وكل بغداد أيضا وليد العزيز أنت ذول أصدقائك. هذا أخويا وهذا هذا أخوك هذا كل زين أبوك بدوك ندري قال له بقنا الأسئلة قال له أنت شو تحب تسلم على أصدقائك؟ كل عام وأنتم بخير صحة وسلامة إن شاء الله. الله يحفظك. متزوج؟ لا لا. وأنت متزوج عمو؟ إيه الحمد لله. إيش عندك؟ والله بعد مصادفة إن شاء الله تحياتنا للأهل والله يحفظك ويحفظهم إن شاء الله يوم زواجكم وأيضا قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا نفرح وياكم إن شاء الله خوش تحياتنا لكم مشكورين مشكورين بالسلامة سلمونا 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 مستمرين وياكم مشاهدينا الأعزاء أيضا ويانا الشباب السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانت بخير صحة وسلامة ان شاء الله. كل عام بخير تانا شو اسمك انت؟ ماهر. ماهر ماهر من الموصل. تحياتنا للموصل واهل الموصل وين انا يا با مسمر من الموصل. والله على راسنا نتشرف نتشرف الموصل اهلنا وناسنا ونخليهم تاج على راس شلون؟ احنا تحياتنا للموصل وتكريت وديالة وكركوك واربيل سليمانيه والبصره والعماره والرمادي وكل محافظات العراق على راس وكل عام وشعب العراق بخير ان شاء الله يعمل الامن والامان عليك. واليوم جيت شوف كل الناس راحوا للشمال انت جيت من الشمال. واني اعشق البغداد. الله وبغداد ايضا امي عشقك ومتشرف. شنو عايد اهلي من قناتكم المفضله ان شاء الله. ايه شو تقول شو تقول ان شاء الله كل عام وهم بخير وان شاء الله عيد جاي نشوف بالحجيه ان شاء الله يا رب الحجيه تروح للبيت الله وتروح نزور ان شاء الله واحنا نبارك لها قناه الايام الفضائيه برنامج ويا احبابنا بمناسبه عيد الاضحى المبارك نقول للحجيه ان شاء الله السنه الجايه بالحج انت يا رب ان شاء الله ونبارك لها. مزوج؟ اي الحمد لله. حدك جاه؟ سيوفي. سيوف ابو سيف مشكورين. وابو سيف اخوك صاحبك؟ صاحبك. صاحبك من الموصل؟ من الموصل. الموصل للشرف جيت هنا تونسون غير الجو؟ اي والله جايين. يا الف الف تحيه للموصل واهل الموصل وعلى راسنا. من الموصل. الشرف تعال تسلم عليكم يابا اهل الموصل. الشرف. صحة وسلامة. 100 تلا 100 تلا ناسنا الطيبين طبعا تهنا. الف تحيه للموصل واهل الموصل تحب تسلم على اهلك وتعايدهم. اقولهم كل عام بخير. الله يحفظك ويحفظ شبابك ويحفظ الاهل وترجع بالسلام وانت بين اهلك وناسك ببغداد ونخليك على راسنا. الله يامن امن ونمان على بلد العراق. امين يا حبيبي. متزوج؟ لا والله زين. ان شاء الله تتزوج على الثاني نفرح بك يا عين. ان شاء الله. وهي قناه الايام تفرح لك ان شاء الله وتقول لك الف مبروك. الاسم بالخير؟ حسين. حسين الف مبروك لحسين ان شاء الله يوم زواجه. تحب تهنئ الاهل العائله؟ اقول لكم كل عام بخير. صحة وسلامة ان شاء الله. ان شاء الله. تشرف تشرف. وانت انت تحب تسلم على اهلك جماعتك؟ بسلم على اهلي وناسي ومحبيني كلهم ان شاء الله. تشرف تشرف من الموصل والايمان. تشرف تشرف. انا تحيه للموصل واهل الموصل مستمرين وياكم وشكرا يا حبيبي. توصلون بالسلامه. شرفتونا شرفتونا. السلام والسلام. تعال عمو. تعال شو اسمك؟ محمد. محمد وين؟ من بغداد. من بغداد. بالمنصور. بالمنصور. سويت ما سويت بالمنصور. انت اليوم عيد ما شاء الله وهي ايام العيد الحلوه. ايامك وين رحيت وين رجيت؟ والله شغل عادي. شنو شغلك؟ محل مال ملابس. ورحت عائله الاهل سيد الوالد الوالده العائله. نعم. صرنا المقبره صلينا صلاه. ما شاء الله. رحت لهم الوالد موجود ولا مو موجود؟ لا متوفى. الى رحمه الله. شو تقول لاصدقائك ربعك ناسك مناسبه عيد الاضحى المبارك عائلهم؟ احب عايدهم اتمنى لهم الصحه والسلامه. إيه. ان شاء الله. انت بالمدرسه لو طالب؟ انا طالب فنون. يعني لا ما شاء الله يا فنون جميله. جميل. يا قسيم يا مرحله سينما. سينما. سينما ما شاء الله. وين بيا محل؟
فنون جميل مقابل الزهراء. هناك يا استاذ غسان الجبوري المدير العام مو تحياتنا للاستاذ غسان الجبوري ومحمد هادي والكادر التدريسي كل اساتذتنا الاساتذه الافاضل اللي موجودين في معهد الفنون الجميله وخاصه المعهد اللي بيه هو المدير مال المعهد استاذ غسان الجبوري المعاون مالته استاذ محمد هادي وكل الكادر التدريسي تحياتنا له وطلبتنا وطالباتنا الاعزاء وايضا السيدات الرائعات الاساتذه اللي موجودين تحب تهنيهم قل لهم شي شاتين هنيهم كل عام وهم بخير ان شاء الله يستمرون بالابداع بالصعود بالابداع والصعود وتنميه مواهب الطلاب. الله شكرا 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 مشكورين طبعا تحياتنا لك ممنون وين محلك هنا ولا بعيد؟ ام ماكسيمول لهم فتح لهم عزيز فتح كل زين تحياتي لك ولهم ان شاء الله بالتوفيق المصرف تاخذه ترباك بيه على الوالده لو شنو؟ عايشين بيه الحمد لله كل زين قاعد نراتب مال تقاعد مال سيد الوالد مو ممنون عمو شكرا جزيلا استمرين معكم مشاهدي قناة الأيام الفضائية ويا أحبابنا فاصل ونرجع المواصل زلنا مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا وعيد أضحى مبارك على كل العراقيين ونقول لك عيدك مبارك عمو كل عام وانت بخير شلونك عمو شلون كيفك؟ بخير الله يسلمك على توفيق صديقك شو اسمه؟ أحمد رافد أنت؟ نعم وأنت؟ عبد الله محمد أحمد رافد اليوم وين طالعين؟ والله غير أجواء بالمنصور بالمنصور ويا ناس توهنا الطيبين إن شاء الله أنتم من بغداد؟ من بغداد نعم من أبوك؟ بالتاج تحياتنا للتاج واهل التاج وكل مناطقنا في بغداد كل محافظاتنا وايضا العاصمه الحبيبه وكردستان العراق وكل المحافظات ونقول لهم عيدكم مبارك محمد مو احمد انت وين طالب خريج والله طالب رابع ما شاء الله رحت شنو طلعت ان شاء الله وجيت غير الجو مناسب عيد مبارك اجواء اليوم حلوه ان شاء الله عيد مبارك وانت وصديقك كم وياك بال اي جماعه لا الولد سادس سادس ما شاء الله ادبي لا اي ادبي ما شاء الله ان شاء الله توصل للدكتور الادبي شنو الشاهد اللي ياخذه من يتخرج؟ الادبي يعني وايد بتعيينات من يعني عسكريه اي عسكريه اداره اقتصاد قانون حمات دكتور بس دكتور لا دكاتره بالعلمي تخصص علمي دكتور والمهندس والطبيات علمي طبيات علمي والباقي لا هذا باقي ادبي اداره اقتصاد الادبي شنو اللي بالادبي؟ دار اقتصاد قانون حقوق يعني فيه هواية ضابط أيضا ضابط كل الجيل أنت طموحك إن شاء الله متخرج إن شاء الله كلية عسكرية كلية عسكرية طموحك من ضابط يعني إن شاء الله إن شاء الله عندك في البيت واحد من الضباط والدي عسكري والدك تحياتنا لوالديك ونقول له عايدة ولا سوف عيد كل عام أنت بخير ان شاء الله صحة وسلامة والله ان شاء الله طولت الأمور وفي أعلى المراتب ان شاء الله يبقى خير عليك شنو رتبته؟ هو نائب ضابط. أنا نائب ضابط الله تحياتنا لكل متسبي جيش والضباط والنواب الضباط وإن شاء الله يوم الغالي شو اسمك عمو؟ اسمك عبدالله. عبدالله إن شاء الله نشوفه يوم شادر اسمه إن شاء الله ومثل ما أنت تعبت بيه ووصلت لهالمستوى إن شاء الله أيضا يدير بال عليك لأنه أنت حقيقة الخيمة مالتك ودير بالك على السيد الوالد لأنه لولا السيد الوالد ما توصل لهالمستوى السيد الأم والوالدة هذول يعني من بعد الله سبحانه وتعالى مو الرب الثاني ادير بالك عليهم يعني ان شاء الله تخليهم في عيونك مو تروح يصير عندك فلوس تاخذ بيت تاخذ المره لا وشيخ لا 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 وتطفر دير بالك على الوالدين يعني والدك ما دير بالك عليه الله يوفقك ان شاء الله السيد الوالد تعب عليكم سهر الليالي وتعب وغيم وكذا يلا حقق امنياتكم ولذلك يعني ان شاء الله لا طبعا طبعا الله يوصل يوم الرسول الله ورسوله يعني يوصل يوم بارك الله فيك وانت تبارك على امك وابوك ان شاء الله يا رب يحفظهم سيد الوالد شنو شغلك؟
أنا أبويا سايق كرين عنده. كرين؟ نعم. إيه طبعاً تحياتنا لكل أهل المهن الخاصة، أهل السيارات، السواق، التريلات، المهن، التريكتر، طبعاً ذلك كلهم أيضاً شريحة من الناس ما وتعبوا أيضاً وصلت المرحلة اللي كتبوا أكبر منك أكبر منك. البيت؟ إيه أكبر من 3 سنوات. مو الولد؟ بعد. البيت. أنا الوحيد لأهلي وعندي 4 خوات. الله يحفظك. سلم على الوالدة، سلم على الوالدة وعلى الأهل، سلم لهم عيد مبارك. عمرك خير، ربي يحفظك إنا ويطول بعمرك إن شاء الله. والوالدة وخواتك الله يحفظهم. منطقتك منطقة التاج مو؟ المنطقة أي. تحياتنا للتاج وأهل التاج، ونقول لهم عيدكم مبارك، عيد أضحى مبارك إن شاء الله من قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا. نهنيهم ونهني كل العراقيين إن شاء الله يوم التخرج مالتك تفرح. شو اسم المدرسة مالتك؟ الثار. هي نفس المدرسة الثار اللي الأساتذة اللي تعبوا واللي درسوا، ونقول لهم عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير من قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا. شكرا لك، خذينا من وقتك. ممنون ممنون. شوف على قناة الأيام إن شاء الله. ترى بالعيد إحنا موجودين ممنونين. شكرا جزيلا، متواصلين وياكم، متواصلين وياكم يا جماعة. السلام عليكم، عيدك مبارك، كل عام بخير. شكرا لك الفضل، كل عام بخير لك ولعائلتك. إن شاء الله الأيام القادمة تحمل خير وشاعر فرح العراقيين كلهم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. أبو من استنى الفضل؟ أبو أيمن. اليوم أجواء عيد ما شاء الله عليك وعلى عائلتك، شو تحب تهني وتعايد العراقيين ناسك أقربائك؟ والله نهني شعبنا وناسنا بهذه المناسبة، العائلة الكريمة. إن شاء الله بالخير والموفقية والأمن والأمان والرفاهية إن شاء الله. إن شاء الله هذه الأحداث والزول ويجينا نشوف الأفضل والأفضل إن شاء الله. إن شاء الله ودائما نشوف البسمة تكون على شباب الله يسلمك. وهذا أيمن؟ هذا عبد الله. عبد الله أيمن شنو شغله؟ خالد؟ مهندس. مهندس ما شاء الله، تحية لكل المهندسين طبعا. إنه أيمن المهندس، كل أصدقاء أو ربعة. واليوم التقينا بالسيد الوالد أبو أيمن وأيضاً عبد الله. عبد الله تبي مدرسة؟ إيه. وين ياسف؟ خامس. خامس نجحت؟ إيه. كل زين يا حبيبي. أنت من تكبر شو تصير؟ طيار. كل زين، عبالي من تكبر تصير رجال مو طيار. حبيبي الله يحفظك ويحفظه. شكرا جزيلا، فرصة سعيدة. تحياتي إليك من قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا ومناسبة عيد الأضحى المبارك. حبينا نهنيك ونعايدك يا حبيبي. تحياتي يا حبيبي. سلم على أصدقائك واي واي. قول لهم عيدكم مبارك وعام أنتم بخير. شو اسم المدرسة مالتك؟ الأماني. الأماني طبعا. مصطفى راح يهنيكم. عبد الله يقول لكم عيدكم مبارك وعام أنتم بخير. إيه. وش اسم المدرسة الأمانية؟ نقول للأساتذة مدرسة الأمان الأهلية وكل مدارسنا الأهلية نخليهم على رأسنا أيضاً، ما يختلفون عن المدارس الحكومية ما شاء الله. النظافة طبعاً جهودهم مشكورة، طبعاً المدارس الأهلية نظافة وترتيب وأزياء وما شاء الله الأتيكيت الحلو وبرستيج خاص وأيضاً درجات عالية وزين لكل طلبتنا الأعزاء. والتزام التزام التزام. أنا سويت جولة ميدانية لكل مدارسنا الأهلية ما شاء الله، يعني كل شيء. أيضا نهنيهم مناسبة عيد الأضحى المبارك. هني الأساتذة ما عندي أقول لهم عيدكم مبارك وعام أنتم بخير. يمتى قلت لهم؟ يقول قلت لهم يمتى قلت لهم؟ كل الأساتذة إن شاء الله بخير صحة وسلامة يا حبيبي. شكرا شكرا. سلم لنا، فرصة سعيدة. تحياتنا للأهل والعائلة. مستمرين وياكم مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا. أنس عمو شو اسميك؟ عيدكم مبارك وعام انت بخير. شو اسمك؟ ميثم. ميثم. ميثم متى ميثم؟ لا هي ميثم. ميثم. ميثم شنو معناته؟ أزهار. أزهار وميثم. اسم ميثم التمار. ميثم التمار عليه السلام. متى اسمك؟ علي. علي أبو حسين. طول عمرك. أبو ميثم شنو شغلك؟ أنا موظف. موظف طبعا. عيدك مبارك وعام انت بخير. قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا. ويا أحبابنا. برنامج ويا أحبابنا مشاهدي الأعزاء، مناسبة عيد الأضحى المبارك نهني كل العراقيين. أبو ميثم طبعا أيضا نهني ونقول عيدك مبارك. أبو ميثم اليوم أنت ما شاء الله بالتجوال بال نعم الأيام عيد وفرح هذا. نعم. أنت والعائلة. نعم. تسوقون تونسون غير الجو؟ والله تونس معطون الأجواء جميلة. الله يسلمك. ذاتك شو اسمه يا أنس؟ حتى نهني. وزارة الإعمار والإسكان. تحياتنا طبعا وزارة الإعمار والإسكان، أخونا وحبيبنا موظف في وزارة الإعمار. اليوم طبعا انتم مثل ما تشاهدون عيد الاضحى مبارك على كل شرائح المجتمع والعراقيين جميعا من ذاك الحد الفا، ونقول لهم على راسنا ونقول لهم عيدكم مبارك. ومثل تحب عيد الاهل والاصدقاء مناسبه عيد الاهل والاحبه والشعب العراقي، وكل عام وانتم الف خير. واحنا ايضا عاديك وعايدك انت. الله يسلمك. انسان طيب يا حبيبي. ميثم انت بيا مدرسه؟ ها
طالب السهل متميزين. طالب السهل متميزين. ألف تحية لكوادرنا والأهل والناس اللي شادونا. ميزم حبيبي عايد أهلا وأصدقاء. أصدقائك عندك عايدهم؟ كل عام وانتم بألف. وما وينهم تتعينيش وينهم؟ هاي الكاميرا هاي الكاميرا. كل عام وانتم بألف خير. كل زين. وانت شو اسمها مدرستك؟ الرياحين. الرياحين طبعا أحلى شربة الرياحين. شربة الرياحين هذا هذا دعاية مال شربة الرياحين. مو رايحين يا شباب رايحين يقول شو المدرة رايحين سلمنا على رايحين يقول شو المدرة رايحين يلا نتكلم مو راح نعدل مو راح نعدل تبصني من وراك تجيني تلعب تبخير شنو شنو تلعب تبخير كل كل ولي تقول للناس تلعب تبخير كل عام وانت راح يمشي كل عام وانت بخير سلمنا على الوالد وهذا الوالد نسلم عليه يعني وسلمنا على اصدقائك من عندك اصدقائك في المدرسه؟ حسن حسن وليد وليد نتصل بصديق؟ روح نتصل بواحد منهم يا وينهم؟ سلم عليهم قول عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير عمو ماجد ياسين اليوم شفته قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا مستمرين معكم مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا مناسبة عيد الأضحى المبارك انهن العائلة الكريمة خالد الله يسلمك الله يخليك شو اسمك؟ أحمد أحمد الوالدة؟ إي الوالدة الله يحفظ لك إياها ويخلي لك إياها إن شاء الله ويعلي مقامها طبعا شلونك وياها؟ والله الحمد لله راضي عليك أمشي راضي عليك إذا ما راضي عليك طيب ياسر صف سادس ياسر هو سادس ان شاء الله خلصت له استوى على السادس لا ان شاء الله استدنا ان شاء الله نتمنى طبعا ايضا مشاهدينا الاعزاء نتمنى تدعون كل طلبتنا الاعزاء صف السادس ومن ضمنهم محمد احمد ان شاء الله يا ربي تنال الشهاده اللي انت تريدها يعني الدرج شنو تناوي يعني ايش قايل لامك شنو اللي في طموحك هندسه ان شاء الله ان شاء الله يا رب هندسه وتفرح الوالده ان شاء الله تفرح الوالده ان شاء الله وان شاء الله نجاحك شو اسمها مدرستك مدرسة تانية يعني صناعة اي شو اسمها؟ رافدين رافدين قدم لهم تهنئة مناسبة عيد الأضحى المبارك طبعا قدم الأساتذتي والأستاذ محمد المدير مات قدم لهم تهنئة بالعيد الأضحى كل عام تحبهم المدرسين الأساتذة؟ لا طبعا لازم تحبهم تاج على راسي أذن أذن احلى شهاده طبعا الغالي وام الغالي اللي قالوا المدرسين والاساتذه في معهد صناعة انه تعبوا وطلبتهم اليوم هم يحسون انه اكو تعاون لذلك هو السيد المدير او الاساتذه اللي موجودين هم مثابه السيد الوالد وشون الوالده الحنونه عليهم ايضا هم احنا يعني عليهم ما قصروا مو لا طبعا ما قصروا باي يعني دراسه او اي شيء كلنا ويانا متواصلين وصلت لهذا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى للوالده طبعا دير بالك على الوالده على ما تتوفى ان شاء الله طبعا لا تخلي بخاطرها ترى اذا خليت بخاطرها لا طبعا والله دا تعب الهاي على مود افرحها والله تتزوج ان شاء الله باذن الله ان شاء الله تتمنين يعني يوم زواجها تفرحين به ان شاء الله طبعا ان شاء الله ان شاء الله بس هو هذا الله يحفظه لك وخليش كان ان شاء الله مو تتزوج تاخذ مرتك وتروح لا لا شلون لا تمام نسال عليك انا قناه الايام شفت انت احنا مو سرح تقول عمو ماجد ياسين التقى بي وقال لي قال لي شرف لي والله الله يسلمك والله انا افرح ان شاء الله الله يسلمك شكرا ست تسلمين احنا قناه الايام الفضائيه نهن العراقيين بمناسبه عيد الاضحى دير بالك على امك خليها بعيونك حتى الله يوفقك طبعا اهم شيء الوالده ما عنده غير الله يسلمك واحنا ايضا نتمنى لك النجاح ونفرح بيك وايضا نجيب القناه
ونجي يمك ونفرح ونقول لك مو تنسى احمد ترى وعدناك. لا لا طبعا ان شاء الله ان شاء الله. الله يسعدك به والله يحفظه لك. واحنا اسفين خذينا من وقتكم. شكرا شكرا خالد. شكرا لكم بالسلامه. دير بالك على امك حطها بعيونك. طبعا مستمرين معكم مشاهدينا الاعزاء. ايضا خلينا نشوف ال أنا ثواني أنا تعال إيدك مبارك. كل عام بخير. صحة. كل عام بخير. الاسم بالخير. رافد. رافد منين جيت؟ ديالة. تحياتنا لديالة وأهل ديالة. ديالة بمن مشهورة رافد؟ بالبرتقال. بالبرتقال وبالكرم. الله شو البرتقال؟ كل مناطقنا البديالة كلهم يعني ما شاء الله الباكية الدرجة الأولى. بس هي مشهورة بال بال بالدرجة الأولى بال بالبرتقال. بالبرتقال. إيش عجب ليش؟ حمضيات وفير. شو تحب تقول للعراقيين بمناسبة عيد الأضحى؟ كل عام وبخير بخير إن شاء الله عاد عليهم الصحة والسلامة وعيدكم مبارك. إن شاء الله. ولا تجيت أنت وربعك وأصدقائك ولا العائلة؟ طبعاً تحية لأصدقائي وأقربائي أبوي وأمي. سيد الوالد موجود السيد الوالد. إن شاء الله. والزوجة العزيزة. إن شاء الله موجودين. أنت وين طالب شنو؟ لا والله كاسب. كاسب شو شغلك؟ صمون. تحياتنا لكل اللي يشتغلون بالافران مال الصمون. تحياتنا لهم مناسبه عيد الاضحى المبارك. وقدم تحيه وتهنئه من قناه الايام الفضائيه لكل اصحاب المعجنات طبعا لانه ايضا هم ناسنا وطيبين وانت ايضا جزء من اللي عندهم افران. الله يحفظهم ان شاء الله. عيدكم مبارك. كل عام انتم بخير. تحياتنا تحياتنا. انت شو ساعه سديت الجامعه؟ سلم عليك اريد نعايدك لا تخاف. الله يسلمك الله يخليك. تحياتي شرف قناة الأيام الفضائية. تحب تبارك لكم وتقول لكم كل عام وانتم بألف خير. أي رافد يوم اللي جيت له البارحة؟ لا والله يوم جيت. يوم جيت موسى الكاظم. يعني سلام الله على الإمام الكاظم عليه السلام. راح زرت زرت ونوب جيت هنا ونوب راح تشوفون. تحياتنا لكل العائلة الطيبة الكريمة وكلهن البديالة. تحيات قناة الأيام الفضائية وممنونين وخذينا من وقتك. ترجع للسلامة سالم. تحياتنا لكم. انتم بالخير. حامد. حامد منين؟ من أبو كان؟ ابو غريب. ابو غريب تحياتنا لابو غريب طبعا وكل ناسنا طيبين بابو غريب. نقول لهم عيد مبارك. ابو من؟ ابو عقيل. اخوي ابو خطاب. ابو خطاب وابو عقيل وايضا ابو من؟ ابو عقيل. ابو عقيل ابو يوسف. اليوم انتم جيتوا من ابو غريب جيتوا تغيرون جو بغداد وابو المنصور. اي اكيد اكيد. شو تحبون تقول للعراقيين بهاي المناسبه التهنئه؟ والله مناسبه يسعد ايامهم يحفظهم ويبارك بهم ويعطيهم الصحه والصحه. اي 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 تهنئه عامر الشعب العراقي العظيم مناسبه عيد الاضحى. الأمن والأمان والصحة والسلامة على جميع العراقيين. وشكرا شكرا أبو عقيل. وأيضا أقربائك أهلك الناس عايدهم الصحة والسلامة. اي والله اي والله عبيت عيد الاضحى السلامه ان شاء الله من العايدين والموفقين ان شاء الله. نسال الله ان يحفظهم. ممنونين ممنونين. احنا حبينا نسلم عليكم. اشكرك ممنونين. اشكرك اشكرك. ممنونين. شرف شرف بالسلامة. توكلكم بالسلامة. تحياتنا لأبو غريب. أهل أبو غريب. وأيضا خلينا نشوف أبو سكن جميل. تعال. أهلا أهلا. عيدكم مبارك. كل عام وأنتم بخير. حبيبي عيدكم مبارك. كل عام وأنتم بخير. تاج راسي بالسلامة بالسلامة. السلام عليكم. وإن شاء الله شو الصحة؟ فنان أغراضي. كل عام وأنت بألف خير. أنت بألف خير الله يسلمك. كرار. كمان اليوم أنت هنا ولا دائما تبيع؟ لا أنا أفتر. بس هنا بمكانك. لا افتر ويا الشارع. ويا الشارع. ممنوع انا. ممنوع. وشلون الشغل مالك؟ والله الحمد لله عيد ومنتظر. شو شو بعته؟ سكنجبيل عصير طبيعي. سكنجبيل منين يتكون؟ يتكون من النعناع. نعناع. ايه. وبعد؟ يتكون من الشكر ويرتبونه. ويخلون به سفن ولا بشي؟ لا لا سفنه وسوداء فقط اطيب شيء يصير وياه. اي بس ايه سفنه وسوداء. الحمد لله. اطيب شيء وياه. بهاي المناسبه السعيده. ايه. نحب نعايدك. نقول لك عيدك مبارك. كل عام وانت بخير ان شاء الله. تحب تقول للعراقيين لاهلك لناسك لحبايبك؟ والله كل عام العراقيين جميعا بألف خير ويا رب الأمن والأمان خير وبركة الحمد لله. وأحب أوجه لوالدي ووالدتنا مقصر وياهم وكل عام وهم بخير. الله أخويا الكبير وهذا طبعا أحلى تحية أعزائي المشاهدين. إنه من قال؟ قال أنا مقصر وهي الوالد وهي الوالدة. حتى هذه لها قاعدة لأنه الوالد هو الوالدة إعزاز. والله مقصر وياهم. ليش مقصر وياهم؟ مش عجب. شغلات بسيطة يعني. يعني هو تعال أقول لك أنت أنا ما مقصر بس شنو أحس نفسي مقصر. لا أنت من قلت مقصر معناته أكيد وصلت المرحلة أنت حاسب نفسك غلطان باتجاه الوالد. والوالدة. أكيد. فالوالد والوالدة ماكو عزم عندهم ولذلك لا دير مالك عليهم. الله سبحانه وتعالى راح يعلم شأنك ويحفظك ويعلم مقامك ودائما في أعلى المراتب لأن الوالد والوالدة من بعد الله سبحانه وتعالى مو هم الرب الثاني. فلذلك دير مالك. شو اسمه أبو من سيد الوالد؟ أبو واثق. أبو واثق تحياتنا لأبو واثق ولأبو واثق ومواثق أنه يرضون على واثق الكبير. أنت شو اسمك؟ أنا كرار. كرار يعني إن شاء الله ما تزعلون على كرار لأنه ظروف العيشة واللي مر بها لكن ما يمنع انه لازم يزوركم
أكيد. زوركم ويدير بالك عليهم. انت مزوج؟ على راسي والله. مزوج؟ لا ان شاء الله عن غريب. انت ما مزوج وما داير بالك على الوالد والوالد؟ لا داير بالي بس احس نفسي مقصر وياهم. بس اتمنى ان شاء الله بعد ما مقصر. انت اقول من اعترف بذنبه لا ذنب عليه. من خلال قناتكم وانا خادمهم. الله يسلمك. شعبون بالخدمه. الله يسلمك. لا والله تروح لهم وصالحهم. اكيد. حتى العيد الثاني من يجي قاعد تقول انا ترى راضين علي. اي بس انا ما زعلان وياك ترى. ما زعلان ولا هم زعلانين. بس انت ايش قد حلو من قلت انا مقصر. الصراحه هي المواصله ترى اليوم صله الرحم مريوده. صحيح. كيف اذا كان الوالد والوالده في الوالد والوالده الاثر كبير. صحيح. مو والله كلام. وبعدين صحيح. انت من تتوفى من تحس الوالد داير بال عليك. أيوة. حتى بالدعاء. ايه. بالدعاء اذا يدعي لك. ايه. بالخير وبالستر والصحه والعافيه هو ام واثق سيده الوالده. ايه. هو انت هي شهاده من عندك. احسن شغل. مو؟ اي بالله. فانت دير بالك عليه وخليهم بعيونك. لا والله على راسي. انا احب ان نسلم عليك وناخذ من وقتك. بعد شيء يا ريت عايد غير الوالد والوالده. والله الكل الاحباب وشك واحد. يعني قرايب الكل العراقيين طلع العلاج ناس بالخارج. والله الحمد لله هو السوق تعبان شويه. انت ما عندك شهاده شريت له؟ انا لا ما عندك. اي تارك تارك. اي والله والحمد لله. الامور الماديه زينه وياك؟ لا ماشي الحمد لله. الحمد لله ما دام احنا سالمين كله سالم. اي والله ما دول السيد والله ساتر علينا. الله يخليك الحمد لله والشكر. احنا خذينا من وقتك حبينا نسلم عليكم. كل الهلا بيكم. تحيات تحياتنا مشكور. تحياتنا للوالد ابو واثق للوالده واثق وان شاء الله يشوفهم. واثق كبيرة. تحياتنا لواثق وكرار الغالي نسلم عليكم من خلال قناة الأيام الفضائية وأحبابنا. فننقل تحيات قناة الأيام لهذا الرجل لأنه صاير بخاطره. لكن إن شاء الله عيد والله دفع البلاء إن شاء الله وفردنا السلام. طيب بوسة. بعد يلا أستاذ. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. كل الهلا بيكم. الحجي شلونك؟ ايدك مبارك. انت بخير. صحة وسلامة. الله يسلمك. اليوم حبينا نعايدك. اسفين اقتحمناك بس نريد نعايدك. اي والله. شو تقول للعراقيين في هاي المناسبة؟ الله يسلمك. كل عام وهم بخير. ان شاء الله وعائلتك واهلك وعمامك. من يا ابو الغزالية. ابو الغزالية تحياتنا الغزالي والغزالي. ابو من؟ ابو محمد. ابو محمد اليوم العيد له تأثير قوي. الناس تدري تنتظر هاي العيد على مود يصير صلة الرحم والمواصلة الحلوة. واليوم ابو محمد يمر على بيته وعلى وضحينا وزعنا الجيران. شلون الايام الحلوة هاي؟ الناس تنتظر العيد على مود يصير المصالحة. هذا صالح صاحبه هذا صالح ابوه هذا صالح امه. مو موظف محمد؟ موظف؟ وين بدر؟ مو موظف عادي. مو يعني الحمد لله قصدي كاسب يعني. خوش الحمد لله. حبينا نسلم عليكم اخذنا من وقتك. حلاق. حلاق تحياتنا للحلاقين. شو حلاق وراسك وين؟ حلاق مزين راسك. زين انت قبلي هذا كنت اريد اضحي. لا ان شاء الله ان شاء الله صحه وسلامه. صحه اياد راضي صاحبي ترى. الله تحياتنا للفنان الكبير المبدع المتالق اياد راضي. ابو رضا نقول له عيدك مبارك كل عام هو بخير وايضا كل الفنانين الاعزاء بالف الف خير وصحه وسلامه ويا رب ان شاء الله. ايضا نلقي تهانينا من قناة أيام. تحياتي تيسر أحمد. تيسر أحمد أبو ملاك يا حبيبي وأياد راضي أبو رضا وأيضا كل الفنانين خارج العراق نقول لهم عيدكم مبارك. ممنون أبو محمد خبير من عندنا. الله يسلمك تحياتنا. مستمرين وياكم مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا ومناسبة تهنة العيد وكل العراقيين نلتقي بالحجية الغالية أم طيبة. الله يخليك عيدك مبارك كل عام وأنتم بخير. الله يحفظك للعائلة الكريمة إن شاء الله. شو تحبين تقولين للعائلة العراقية الناس؟ كل عام وأنتم بخير صحة وسلامة وكل عام وأنتم بخير. اليوم وين جايين؟ من المنصورة. أنتم من يا أبو كان من بغداد؟ احنا من الإعلام. بالإعلام. بالإعلام. حي الإعلام طبعا. تحياتنا وألف تهنئة للإعلام كل مناطقنا في بغداد. العائلة الكريمة الست الغالية أم طيبة هي والبنات طبعا جو يعايدون أهلهم وناسهم وأيضا يفترون بالمنصور. اليوم أنتم بالمول البنات شنو النتائج مالتهم؟ الحمد لله
ناجحين كل زين. خالو وين رحتي؟ أنا رابع. كل زين. وانتي؟ خامس. وانتي؟ السادس. إن شاء الله نجحتوا؟ نجحت. ولا كل ساعة صغير. شنو طموحك خالد؟ أصل دكتور أسنان. دكتور أسنان. الله ودي أشوفك. مهندس. ما زال كل شيء. ودي. أنا من على الهندسة. مستمرين وياكم ويا الأخت الغالية أم طيبة وبرنامج ويا أحبابنا من قناة الأيام الفضائية. طبعاً خذينا من وقتكم وسلمنا عليكم. إحنا أمرنا نهنيكم مناسبة عيد الأضحى. شكراً خالد وخذينا من وقتكم. دير بالكم على الوالدة وخلوها بعيونكم. وانتي تبي وين مدرسة كم النصر؟ تعاون. تعاون؟ وانتي خالو؟ نفس المدرسة. إذن إعدادية التعاون والنصر الله يحفظهم إن شاء الله والهيئة التدريسية والكادر التدريسي من خلال بنات أختنا الغالية أم طيبة نقولهم عيدكم مبارك وألف خير إن شاء الله وتحياتنا لكل بناتنا بالتفوق إن شاء الله والنجاح الدام. شكرا خذنا من وقتكم. جزيل الشكر أم طيبة. ممنونين ممنونين بالسلامة. عيدك مبارك كل عام بخير. كل عام وأنت بألف خير أستاذ ماجد ياسين الورد الحبيب. لا والله أنا وابني بس. ابنك شو اسمه؟ مهند الوسطى. إذا مبارك مهند بالمدرسة؟ نجحت؟ وين رحت؟ رحت للسادس. كل زين. شو اسمه مدرستك؟ اسمه شنو نسيته؟ المسار. المنار ولا المسار؟ المسار. 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 ولا شلون الأخوة الباقيين هم ناجحين الحمد لله؟ إيه الحمد لله. شو بيقول لك اسمه؟ علي. علي بلاصف. علي رابع إعدادي. نجح؟ الحمد لله. قناة الأيام الفضائية من ويا أحبابنا نحب نهنيك ونعايدك ونقول لك كل عام وأنتم بخير. أول واحد عايدته بالبيت ياهو. حجية. الوالدة. قبل زوجتي وقبل كلهم. كل زين. ألف تحية كل أمهاتنا ونقول لهم عيدكم مبارك كل عام هم بخير أبهاتنا وأمهاتنا والله يرحم أبهاتنا وأمهاتنا المتوفين ويجعل مثواهم الجنة. اليوم أنا من أدير بالي على الوالدة والوالد أتفوق. هو هذا تفوق يصير عندي يعني احساس رائع تفوق من الله طبعا تحس نفسك سويت شيء حلو يعني وهي ما قصرت تعلت منهم سويتك جبت لها والله جيمر من الصبح جبت اي والله جاب لها جيمر اي والله انا عبال جاب لها 50 كيلو جيمر انا عبال جاب لها بتوت جاب لها عيادنا مشكور. مستمرين وياكم مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا مناسبة عيد أضحى مبارك على كل العراقيين. أيضا نلتقي بالأخ العزيز عبد الرحمن حميد. شلونك عبد الرحمن؟ اليوم منين جيت؟ عبد الرحمن العامرية. تحياتنا للعامرية وأهل العامرية ونقول لهم عيدكم مبارك كل عام هم ألف خير. شو تحب تقول للعائلة العراقية الأهل الناس طيبين؟ أعايدهم وأهنيهم بعيد الأضحى المبارك وأقول لهم كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله صحة وسلامة. اليوم جيت تسوى أنت اسم الناس غير جو؟ لا غير جو. أنت وأصدقائك مو؟ أنا وأصدقائي أكيد. الله كل زين. وشو سوكت واشتريت ولا؟ لا نفطر على الكوفيات. أنت شنو طالب موظف شغلة شنو؟ لا شغل. عمل حر. عمل حر. تحياتنا للأعمال الحرة طبعاً. نقول لهم عيدكم مبارك كل عام هم بألف خير. بس بالخير. ألف خير. شلونك سار علي؟ شلون صحة؟ وين دومته؟ يصير منك بصفة منك أفكار. وين الكهرباء؟ الكهرباء ما ماكو شيء عجل. غير علي داري. إيه مكان. محطات غير علي. إيه شوية من جنب قليل يا بتاع الكهرباء. هسه هذا عيد. عيد وعيد أضحى مبارك نتمنى. تجي من وراء ال 12 لل 6 الصبح. من وراء ال 12 الناس تريده قبل 12 من وراء 12 شو اللي بيه؟ 80 نعم غير تبري. بس من هنا مشغل مال مولده وين هالوطنيه؟ شوف هذا مشغل مال مولده زين يقولون طاقم غاز وطاقم شو اسمه؟ لا لا ما طاقم الا لا البارحه دق تشغيل ما نمت خلاص المولدات والوطنيه متفقين بيناتهم شو متفقين؟ خابره يقول له يابا طفيه راح اشغل وينك موجود حجي لا حجي والله ودعتك موجود انا معقوله يعني يا سيدي انا اقول لك تعال طفي تعال شغل تعال شغل تعال المولد استفاد شلون وين هو المولد المولد هم تعبان يا سيدي وين هم اهل المولدات الله يكون بعونهم غاز ما مستلمين لحد هاي اللعبه لا حجي مستلمين الغاز؟ مستلمين كل زين بس عاد زين المنطقه اليمنى لا مستلمين الحمد لله والوطنيه زينه والكهرباء زينه شو تدافع عن الكهرباء وانا بالكهرباء غير ادافع عنهم نتمنى يعني من السيد الوزير نقول له ايدك مبارك مع الوزير سادة المسؤولين انه خاصه هنا في هاي الايام المباركه اللي هي اعياد اضحى مبارك على كل العراقيين مو نتمنى قلنا شوي الكهرباء يزيدون ان شاء الله نزيدها ان شاء الله ان شاء الله ليش بالخير محمد علي محمد انت اليوم جاي انت سيد الوالد؟ لا انا صاحبي ومنين جيت من العمريه؟ من العمريه تحياتي شو اللي شفته؟ انا طالب مدرس طالب مدرس لا لا طالب طالب وين يا مرحله؟ سادس ان شاء الله امتحنت هاي السنه؟ لا انا مقبل للسادس ان شاء الله موفق وان شاء الله شوف كل الخير وتحياتنا لك شو تقول لاهلك لعائلتك مناسبه عيد الاضحى المبارك؟ اقول لهم كل عام وانتم بخير صحه وسلامه وتحقيق الاماني
شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. احنا ايضا قناه الايام الفضائيه نقل تحياتنا لك ونقول لك عيدك مبارك كل عام وانت بالف خير. انت بخير وانت بخير. شكرا. خلينا ناخذ الاخ العزيز اللي اسمه الخير. ناصر الدباغ. ناصر الدباغ وين من الاهل؟ انا من زعفرانيه. من زعفرانيه. تحياتنا للزعفرانيه. اليوم جايب العائله مو؟ والله هذا ابني الله الله يخليك. علام شلونك؟ والله زين الحمد لله. عيدك مبارك كل عام وانت بخير. معك بخير على كل الجميع. الله يسلمك. انتم بالزعفرانيه عندكم مول ولا ما عندكم مول؟ لا ما عندنا. اليوم جيتوا لمنصور ويا بابا؟ ايه. ان شاء الله راح تتعشون لو تسوقون؟ عشينا ضربنا عشاء وصعدنا بالسكوتر شوي. بالعافيه. احنا فرصه سعيده نلتقي بيك. الله يخليك. مشكور. احنا نحب الفن مالك هواي. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يوفقك ويديمك ان شاء الله. يا حبيبي الله يسلمك. شو اسم ابنك الجميل الله يخليك؟ عبد الله. ابو عبد الله. عبد الله شنو شغله الله يحفظه؟ عبد الله يشتغل محل مال البسه. مال البسه. تحياتنا له ونقول عيدك مبارك كل عام وهو بخير ان شاء الله ورب يسعدك ويهنيك ويحفظ عزك. وانت 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 انا متقاعد. وين الدائره؟ انا دائره وزاره الصناعه والمعادن. شلون شغلك بالدائره؟ انا معكم مع المدير الفني. شنو الصناعه شنو شغلها؟ والله زين وبيها معامل واقفه لحد الان تدري انت. يعني بعدين بعدين ان شاء الله اذا تشتغل يعني خلال العيد العادي يعني يتطور صناعيا اذا صار في الدعم له. يعني والشباب يرجعون هم يشتغلون اكيد عيد عامل اكيد اكيد. واحنا اليوم في امس الحاجه للناس. والله احنا عندنا الجوده هسه كل زينه ما شاء الله. عندنا يعني من خيره المعامل العراقيه اكيد اكيد. يعني هذا نسيج الكوت ما شاء الله درجه اولى يعني تطور ما شاء الله. نتمنى ترجع الكهربائيه بالوزيريه. نتمنى ترجع المعامل ان شاء الله. ان شاء الله. وانت متقاعد؟ اي والله متقاعد. صحه وسلامه لك ولدائرتك. شكرا من وقتك. تحياتنا للعائله الكريمه. احنا قناه الايام الفضائيه حابين نهنيكم العائله. نهنيكم ان شاء الله تقبل الطاعات والفوز بالجنه والثبات على الايمان ان شاء الله. ممنون. بدو لك استاذ. الله يحفظك. ممنون عمو. حبايبي. ممنون سلمني. اي الله يسلمك. اي عايد. كل عام وانت بخير وصحة وسلامة وتحقيق الامان ان شاء الله. سلمنا عليهم وقول لهم قناة الايام الفضائية وبرنامج ويا احبابنا. السلام عليكم. وين الولد جيت؟ وين منين تعال؟ تعال منين جيت؟ بس. عيدك مبارك كل عام وانت بخير. علينا وعليكم. الله يسلمك. وين دوم؟ اني بالفلوجة. بالفلوجة. الله تحياتنا للفلوجة واهل الفلوجة ونقول لهم عيدكم مبارك كل عام والفلوجة واهل الفلوجة والرمادي وكل محافظات العراق على راسنا نقول لهم عيدكم مبارك لانه ايضا احنا هواي التقينا من المحافظات لكن اول مره نلتقي من اخونا من الفلوجة. قدم تهنئة لربعك ناسك. الله يحفظ لك الوالد والوالده ان شاء الله. داير بالك على الوالده والوالده؟ الف تحيه للفلوجة وعلى راسنا والله يحفظ ان شاء الله ويحفظ كل العراقيين من كردستان العراق من الغربيه الرمادي الفلوجه تكريه الموصل كركوك اربيل السليمانيه الله سماوه الناصريه البصره الكوت العماره كل محافظاتنا العراق. انت شنو موظف؟ لا والله سويت شغل كاسب شنو شغلك؟ بقال. بقال. تحياتنا للبقالين. اي طبعا الفلاحين قلهم عيدكم مبارك ان شاء الله كل الفلاحين قلهم عيدكم مبارك. البقالين اللي هم ما شاء الله قدم لهم تهنئه ونقول لهم عيد مبارك وعبوس يملن ثلاث ايام. اذا اعزائي المشاهدين وصلنا الى مشكل الختام. نتمنى هاي الحلقه اللي هي ويا احبابنا من قناه الايام الفضائيه وايضا عيد اضحى مبارك والشباب اللي موجودين يعني اسفين خذينا من وقتكم حبينا نسلم عليكم ونقول لكم ان شاء الله نتمنى هاي الحلقه نالت رضا مشاهدينا الاعزاء ورضاكم. انتظرونا في حلقات قادمه من برنامج ويا احبابنا. سلموا 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 باي باي.